للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، بعد التحية، كيف ترى أهمية هذه الزيارة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند في ضوء سعي كل من مصر والهند لتحقيق النهضة لشعبيهما على كافة الأصعدة؟ طبعا دعوة السيد الرئيس كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية اللي بيوافق اليوم اللي تم فيه العمل بالدستور جمهورية الهند عام 1950. كون السيد الرئيس ضيف شرف هذه الاحتفالية الكبرى التي تشهد احتفالات رسمية واستعراضات عسكرية ستتواجد فيها يعني إحدى كتائب القوات المسلحة المصرية لتشارك الهند في احتفالاتها، دليل على المكانة الهامة التي تحظى بها مصر وقيادتها السياسية، وتقدير من القيادة الهندية لعمق العلاقات بين البلدين. ومصر والهند هي قصة من العلاقات الوطيدة التاريخية الراسخة، ونحن في هذه الظروف الدولية شديدة الاضطراب في أشد الحاجة لاستلهام رؤية مصر والهند في مقاومة الاستقطابات الدولية والبحث في إطار عدم الانحياز عن مكانة تستطيع من خلالها دول العالم الثالث أن تحقق أهدافها وطموحاتها. وأنا أظن أن مصر والهند أيضا يدركان أنهما معا معامل استقرار استراتيجي هام جدا سواء للمنطقة أو لقضايا السلم والأمن في العالم، والتواصل بين القاهرة ونيودلهي على هذا المستوى الرفيع. الرئيس السيد الرئيس التقى بناريندرا مودي رئيس وزراء الهند عدة مرات، وهما يدركان أهمية تلك العلاقات. أولا تربطنا بالهند أواصر ثقافية واقتصادية وتنموية وتجارية عريضة، ولكن في نفس الوقت هناك مساعي من مصر والهند لتحقيق أمن واستقرار المنطقة. كما تعلمين الملاحة الدولية خاصة في خط المضايق وصولا لقناة السويس ومنطقة الخليج العربي هو نطاق استراتيجي يجمع رؤية القاهرة ونيودلهي. كذلك على الصعيد الثنائي الهند شريك اقتصادي عظيم لمصر، فهي دولة تبوأت الآن المرتبة الرابعة فقط بريطانيا، وفي الطريق في 2030 لتتفوق على اليابان وألمانيا، هي القوى الثالثة الاقتصادية العالمية القادمة. وتمتلك الهند أيضا تكنولوجيات عدة يمكن أن تنقلها لمصر في المجال تكنولوجيا الفضاء وتكنولوجيا المعلومات، هي دولة رائدة في التكنولوجيا النووية والهندسة الوراثية. نعتقد أن الهند أيضا اقتصاديا شريك عظيم، يعني إحنا لدينا الآن نحو 7 مليار دولار حجم التجارة متوازنة، 3.7 للهند و3.2 لمصر. لكن يعني حجم يحتاج الى يعني ان ينظر اليه بعين الاعتبار ان يزداد في الفتره القادمه. بالفعل انا اعتقد ان هناك ايضا صناعات هنديه عملاقه بدات ترسخ اقدامها في القاهره في كافه المجالات، فكنا نتحدث عن مجال تكنولوجيا المعلومات او مجال الصناعات الثقيله. والهند أيضا دولة في أشد الحاجة لدعم مصر في مجال أمن الطاقة، يعني إحنا نجحنا في النهوض بقطاع الطاقة في مصر وأصبحنا أحد مراكز تصدير الطاقة للخارج، وأظن للهند صناعات مستهلكة للطاقة يمكن استقطابها على رأسها صناعات الحديد والصلب والبلاستيك والألمنيوم، ودي صناعات وإن كانت مستهلكة للطاقة يمكن أن تنشأ بها المنطقة الصناعية الهندية التي اقترحت في شمال غرب خليج السويس كما هو الحال بالنسبة للصين. أضف لكل هذا يعني هناك علاقة بين الشعبين ودية وتاريخية وتراث ثقافي. السيد الرئيس كما عودنا دائما في كل زياراته الخارجية هو يدعو مجتمع الأعمال معه ويلتقي برجال الأعمال الهنود، والذي إن سيقدم لهم مصر كرؤية استثمارية جادة وواعدة تستطيع من خلالها الشركات الهندية أن تحقق العديد من المكاسب. نعم، أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق.